خطاب كراهية وتجريف للتعليم والثقافة يقوم به الحوثيون في البلد. ما مخاطر هذا التجريف على حاضر ومستقبل اليمنيين؟ وأين جهود مواجهة محاولة الحوثيين تطييف المجتمع؟ أهلا بكم. كان انقلاب الحوثيين بداية تعرض اليمنيين لسرقة دولتهم وإفشال جمهوريتهم، لكن الأخطر هو تعرض عقولهم لعمليات غسل دماغ مكثفة تستهدف من يقبع في مناطق سيطرتهم، لا سيما الأطفال والنشء. عشرات الوسائل الإعلامية من قنوات وإذاعات وصحف ومنصات وسائل اجتماعية كلها تبث خطابا أحاديا يدعو للعنف والكراهية في المجتمع. عمليات ممنهجة لتغيير المناهج التعليمية للمدارس والجامعات وإضافة مواد طائفية ومذهبية تؤصل للثقافة الإمامية وتبرر سلوكها. ما حجم الكارثة على حاضر ومستقبل البلد؟ وهل تعي الأجهزة المعنية في الدولة خطورة تفخيخ المجتمع وتطييف ثقافته؟ وما هو دور المثقفين والنخب السياسية في حماية الوعي الجمهوري والهوية الوطنية؟ تحاصر ميليشيا الحوثي المجتمع اليمني في مناطق سيطرتها من جميع الاتجاهات، فإلى جانب ممارساتها تجاه المواطنين تبث الميليشيا خطابا ينضح بالعنف والكراهية، من شأنه تعميق انقسام المجتمع وفرض نموذجها في ظل إحكام سيطرتها على كافة مناحي الحياة في تلك المناطق. بدأت الحكاية مع الإعلام، حيث عمدت الميليشيا مع بداية سيطرتها على البلاد إلى إغلاق كافة وسائل الإعلام التي لا تتبعها، لتصبح هي الجهة الوحيدة التي توجه الخطاب الإعلامي للجمهور في مناطق سيطرتها. أما العملية الأخطر فكانت في مجال التعليم. وزارة التربية والتعليم التي يديرها شقيق زعيم الميليشيا عملت على فرض تعديلات في المناهج بما يتناسب مع رؤيتها الدينية والسياسية. أضيفت الكثير من المواد ذات الصبغة الطائفية في المدارس والمراكز التعليمية. في هذا الصيف كثف الحوثيون جهودهم في إطار ما يسمونه الحرب الفكرية والثقافية، لتفتتح الجماعة مئات المراكز الصيفية، والتي تظهر المواد الإعلامية الصادرة منها أنها باتت إحدى دوائر التعبئة الطائفية ومراكز إعداد لجبهات القتال. تعمل ميليشيا الحوثي على تفخيخ الفضاء العام بخطاب عنف مصبوغ بصبغة طائفية تستدعي صراعات الماضي وتكرس المفاهيم الطبقية، وتسخر لذلك الإعلام والمراكز التعليمية والمساجد في ظل تغاضي الجهات الرسمية والمجتمع الدولي عن مخاطر هذا التفخيخ لحاضر ومستقبل البلاد. طول أمد الحرب يعطي الحوثيين مساحة أكبر لتجريف الثقافة الوطنية وتدمير مكونات الهوية اليمنية وفكرة الدولة الحديثة. وأمام هذه المخاطر لا يبدو أن الحكومة الشرعية وأجهزتها المختصة معنية بالآثار المستقبلية لما يحدث. قد يتجاوز اليمنيون الحرب العسكرية في أي فرصة، لكن الفكر الذي تعمل الميليشيا جاهدة على زرعه سيكون قد فرخ معوقات تهدد المستقبل إذا لم يتنبه اليمنيون اليوم لحجم الكارثة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الاستوديو في هذه الحلقة عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي. أهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذا أستاذ شوقي، 5 سنوات تقريبا على استيلاء ميليشيات الحوثي على السلطة، عملوا خلالها على ما يصفه كثيرين تجريف الهوية الوطنية والثقافية، إحداث قطيعة مجتمعية حادة أيضا، ما هي مخاطر ذلك برأيك؟ شكرا لك أستاذ وجيه، وشكرا لفريق قناة بلقيس، وشكرا للسيدات والسادة المشاهدين. هذه من الحلقات المهمة جدا التي ينبغي فعلا أن نسلط الأضواء عليها وأن تناقش. دعني في البداية أن أوصف ماهية وطبيعة ميليشيا الحوثي، تفضل، من أجل أن ينسحب ذلك على بقية النقاش. ميليشيا الحوثي أستطيع أن أوصفها بأنها كيان مرتزق يتبع المخابرات الإيرانية. ما يقال في ما يتعلق بالإمامة ينبغي أن نفصل هنا فيه. هذا الكيان مقطوع الجذور عن الإمامة العربية، لا ينتمي إلى الإمامة العربية. الإمامة السابقة التي حكمت بسوءها بكل ما سيقال عنها كانت في الغالب عبارة عن إمامة لها جذور عربية ولها أجندة، يعني ولها انتماء للعرب، لكنها
ترى نفسها سلالة مصطفى، فهم يرون حقيتهم بالحكم لكنهم لا يرتبطون بغير الكيان العربي، هم عرب في الأساس أصلا. لكن ميليشيا الحوثي في أصلها هي عبارة عن صناعة للمخابرات الإيرانية التي تتبع ملالي إيران، ولهذا لا صلة لها بالزيدية، مع ما سيقال عن الزيدية فيما يتعلق بتأصيلها لبعض هذه المبادئ. ولهذا انظر الآن أين علماء الزيدية، مقصون تماما، وبعضهم خرج من البلد، علماء الزيدية الذين كانوا الذين عارضوا بصورة أو بأخرى ارتماء المذهب الزيدي في أحضان المخابرات الإيرانية، سميها الصفوية، سميها الاثني عشرية، سميها ما شئت، وتعرض بعضهم للاغتيالات. الدكتور النائب عبد الكريم جدبان رحمة الله عليه، هذا كان صديقي وأنا أعرفه جيدا، زميلك في البرلمان، زميلي في البرلمان وزميل خاص، كنت أصلي عنده جمعة وتغدى عنده، وعلى علاقة يعني طيبة بيننا. هذا الرجل كان من المعارضين لأن تسلم اليمن على طبق من يعني ارتزاق لإيران، ولهذا صفي. ومن هنا أنا أدعو ورثة الشهيد النائب الدكتور عبد الكريم جدمان أن لا يغلقوا هذا الملف، أن يبقوا ملف هذا الشهيد حاضرا، ويجب أن يفتح من الذي قتل عبد الكريم جدمان. الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، الدكتور شرف الدين، الأستاذ الدكتور شرف الدين، هؤلاء كلهم كانوا معروف أنهم زيدية لكنهم صفوا، من الذي صفاهم؟ وهنا بمثل ما طالبت ورثة المرحوم الدكتور عبد الكريم جدبان، وطالب ورثة المرحوم الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وشرف الدين، هؤلاء من الذي صفاهم غير ميليشيا الحوثي؟ هناك معلومة ينبغي أن تعرف، أنه في إطار السلالة وفي إطار الإمامة ليست هناك أحقية لعبد الملك الحوثي ولا لأخيه من قبله حسين في أن يتولى زعامة الإمامة في اليمن. لماذا؟ سأسأل لماذا؟ جميل، التراتبية التي يؤمنون بها ليس في صدارتها أسرة عبد الملك الحوثي، هناك من هو أحق بالإمامة، ولكنها غذيت، هي عبارة عن كيان استقطبته المخابرات الإيرانية من وسط الزيدية ووسط الإمامة. ولهذا سأعطيك دليل آخر، لماذا لا تعتمد حركة الميليشيا الحوثي أي مناهج زيدية أو حتى إمامية، لا تعتمد إلا ملازم حسين بدر الدين الحوثي، عبارة عن ملازم أستطيع أن أسميها لقطاء، ليست لها هوية لا زيدية ولا إمامية عربية. ولهذا طبيعي يعني التوصيف الذي أنا أؤمن به ومن شاء فليفكر في ذلك، أن ميليشيا الحوثي عبارة عن كيان مرتزق يتبع المخابرات الإيرانية، مقطوع الجذور تماما عن الإمامة العربية مهما اختلفنا معها، ومقطوع الجذور أيضا عن الزيدية، لكنها تستخدم السلالة وتستخدم الإمامة وتستخدم الزيدية كأطر لتحشيدهم. ولهذا علماء من الزيدية مقصوم مهمشون تماما، بل بعضهم هرب من صنعاء ما استطاع. على سبيل المثال الأستاذ محمد سالم عزام، محمد عزام المؤسس، الشريك المؤسس لجماعة الشباب المؤمن، بالضبط. ولهذا ينبغي لا بصراحة، هذه وجهة نظري ومن شاء، لا نظلم تأسيس الشباب المؤمن بخلطه مع الحوثية. الشباب المؤمن كيان مذهبي علمي في ظل استقطابات مذهبية، رأى هؤلاء الشباب، رأى هؤلاء المنتمون للمذهب الزيدي أن مذهبهم يقرف وأن مذهبهم يقصى، لأنه حصل خلل في موضوع المذهبية، حيث جاء المذهب الوهابي، حمل المذهب الوهابي، فحصل تقريف للمذهب الزيدي. نحن نتحدث عن فترة التسعينات، بالضبط. التسعينيات عندما أسست حركة الشباب المؤمن ما بين عزان وحسين بدر الدين الحوثي. لا، لم يكن حسين بدر الدين الحوثي من المؤسسين، هذه مغالطة تاريخية. الذي أسس هؤلاء فريق في مقدمته محمد عزان وكذلك عبد الكريم جدبان، ثم جاء حسين بدر الدين الحوثي ليختطفها، ولهذا حورب هؤلاء، بل صفي بعضهم. اليوم
أريد أن أعود فقط، ليس موضوعنا هنا الموضوع فقط، أن طبيعة، من أجل أن ندخل في موضوع التجريف، أن طبيعة ميليشيا الحوثي هي عبارة عن كيان مرتزق استخباراتي يتبع المخابرات الإيرانية، هويته مقطوعة تماما عن الزيدي. أنا أتحدث عن الانتماء الكلي، كونه يستخدم هذا شيء آخر، مفهوم. ولهذا لا يصح أن نخاطبهم كزيدية، ولا يصح أن نخاطبهم أيضا كإمامية عربية، مع اختلافنا في كثير من الأمور. يعني هو في هناك الكثير من المعلومات التي تتحدث والوقائع حول ارتباط حسين بدر الدين الحوثي بإيران واتصاله بهم ودراسته أيضا وتأثره بالتجربة الإيرانية أيضا. أنا بالضبط. نعم. أنا ضربت دليل أعتقد أنه دليل جوهري، وهو حركة ميليشيا الحوثية، الميليشيا هذه الإرهابية الحوثية لا تعتمد أي مرجع غير ملازم. لماذا؟ لأنها عبارة عن أفكار مجمعة مرتهنة للتجربة الإيرانية. أقصد وضحت هذه النقطة. إذن ما هي العلاقة بالمخاطر التي فيما يتعلق بالتجريف؟ بالضبط. إذن هذه الميليشيا لا تقوم على منهج نستطيع أن نناقشه وأن نحاججه، تقوم على منهج أقرب إلى الاكتثاث والعبث. الاكتثاث والعبث، هذا منهج ميليشيا الحوثي الفكري، هو منهج لا يقوم على أصول علمية، ولا يقوم على أصول مذهبية، ولا يقوم على أصول مطلقا، على ما قاله السيد. هو عبارة عن عبث. ولهذا عندما تستعرض خطاباتهم سواء في المساجد أو في، عبارة عن سب، عبارة عن شتم، عبارة عن لعن، يعني ليست محاججات علمية حتى نعتمد في الرد عليها. يعني هؤلاء بالضبط نسخة من التشيع الاستخباراتي الإيراني، وليس التشيع ربما الذي قد نختلف معه. يعني أنت لما تلاحظ، يعني والله أنك تتألم من شخص يشتم بغض النظر، أنا أختلف مع كثير من المفكرين، لكن لا أستطيع أن ألعنهم ولا أشتمهم ولا أقذفهم بالزنا ولا. ستلاحظ هؤلاء الناس سواء كانوا من هؤلاء العابثين المنتمين ل، يعني من العراقيين مثلا، هؤلاء المنتمون السب على العراق والعراق منهم براء، او على اليمن او على لبنان او تجد ان الجامع بينهم هو عباره عن سفه، عباره عن عبث، عباره عن اكتثاث. هنا سياتي الان الخطوره جدا، في ان هذه الميليشيا الان التي تعتمد على هذا المنهج اليوم يعني تكتث أصالة الشعب اليمني والشباب اليمني والأطفال اليمنيين، في أنها اليوم هذه المراكز هي طبعا توصيفها القانوني هي عبارة عن مراكز تجنيد أطفال. هذه المراكز التي تسمى كذبا وزورا مراكز صيفية، حتى يتبادر ربما إلى الذهن على أنها مراكز تعليمية على غرار المراكز الصيفية التي تقيمها المدارس والجامعات والتربية والتعليم، هي ذلك تسمية خاطئة تماما، هي عبارة عن مراكز تجنيد أطفال. في هذه النقطة أشير إلى كلام وزير الإعلام قبل يومين معمر الإيرياني، الذي تحدث على أن هناك نوعان من المراكز، مراكز مفتوحة لعامة الأطفال، وهناك مراكز أخرى مغلقة وهي الأخطر كما يقول، يستقطب إليها الأطفال القادرون على حمل السلاح، ويتم فيها غسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة. يعني 100% المعلومة صحيحة، لكن الجامع بينها واضح تماما، في أنها عبارة عن يعني مراكز تجنيد أطفال كوقود للمعارك. في قرية واحدة من القرى، لا أحب أن أذكر اسمها، يقول لأحد أعيانها، قال استقطب الحوثيون الآلاف من هذه القرية، قصدي عفوا المنطقة، فيها لا يقل عن 500 شاب قتيل، أحرقتهم هذه الميليشيا، أدخلتهم الحرب لا يهمها تماما، هي تريد أن هي مكلفة بأجندة. ولهذا لماذا أنا ذكرت في البداية أنها عبارة عن كيان استخباراتي إيراني، لأقول أنه سيصعب، وأنا سأذكرك أخي وجيه، سيصعب تماما الجلوس مع الحوثيين في أي حوار يمني أو عربي حوثي حتى، أو حتى دولي حوثي. لابد من الجلوس مع إيران، لابد من الجلوس مع إيران، لأنها ليست كيان منفصل تماما، ولا كيان منسق، ولا كيان تربطه علاقة،
هي عبارة عن كيان مصنوع استخباراتيا، يعني كيان استخباراتي لإيران. لكن تتحدث أنت أستاذ شوقي، وأنت الذي يعني تابعت وكنت يعني مقربا جدا في مؤتمر الحوار، يعني تحدثت مع الحوثيين، تتحدث عن يعني ما تحدث به جدبان وإلى آخره. إذن هل هناك أيضا أوجه داخل الجماعة هذه مختلفة؟ هل يعني هناك من هم في الواجهة يختلفون عن آخرين؟ يعني هم صناع القرار الحقيقيون فيما يتعلق بخطاب الجماعة وبنيتها الأيديولوجية؟ جميل. لو استعرضنا الآن على سبيل المثال، لو استعرضنا من هم المؤثرون في هذه الميليشيا، هذه الجماعة الإرهابية، لما وجدنا رؤوس، لما وجدنا وجاهات كبيرة مطلقا. هؤلاء إما أنهم تواروا عن المشهد لعدم رضاهم بصورة أو بأخرى. لا نتهم كل من ينتمي لهذا النسب على سبيل المثال، لا يمكن مطلقا أن نتهمهم بتهمة واحدة، نضعها كما يقال في سلة واحدة. هناك أناس غادروا المشهد تماما، وهناك أناس أقصوا وطلب منهم أن يبقوا صامتين لعدم رضاهم. لماذا؟ لأن الذي يتصدر اليوم جماعة هذه الجماعة هم عبارة عن أناس من 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 يعني لا يعني أريد أن تكون الألفاظ يعني ليست يعني سيئة، وإلا أناس من هم هؤلاء؟ أصحاب سوابق كانوا، هؤلاء منفذ بالضبط. شوف يا أخي الكريم، الدول عندما تسترزق يعني تكلف مرتزقة، أي دولة تستقطب مرتزقة، لا تستقطب أهل العقول ولا أهل العلوم ولا أهل الكيانات الوجاهية حتى. هي تستقطب أرذل الناس. أي دولة، شوف ليست إيران فقط، أي دولة، وكما يقال يقول أهل النحو وقس على قولي تكون علامة. الدول عندما تريد أن تستقطب مرتزقة يكون من أسوأ الناس، من أصحاب السوابق، من المرتزقة، من الأغبياء، من 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 لو عملت نظرة فاحصة الآن لمرتزقة الدول التي تعبث باليمن الآن، لوجدت أن القاسم المشترك أن هذه صفاتهم. ينطبق ذلك بالمقام الأول على ميليشيا عبد الملك الحوثي، في أنه ابتداء بعبد الملك الحوثي نفسه صنع صناعة عبد الملك الحوثي. من هو عبد الملك الحوثي بالضبط؟ ما تاريخه العلمي؟ ما تاريخه الوجاهي؟ ما تاريخه ليست له تاريخ. وبالتالي حتى قياداته الآن عندما تراقبهم الآن، على سبيل المثال هناك أشخاص كانوا نوعا ما لهم شيء من الثقل، تواروا مباشرة، أبعدوا تماما في أول تجربة للجماعة بدأت بهم، تزين بهم نفسها، ثم أقصوا تماما عن المشهد تماما. لا داعي لأن نذكر أسماء، اليمنيون يعرفون هذه الأسماء. وبالتالي هؤلاء هم عبارة عن مرتزقة، كيان مرتزق أصلا، كيان مرتزق. هنا الآن تأتي الخطورة، ما هو المبادئ، ما هي الخطاب الذي تعبث به في عقول هؤلاء الأطفال والشباب؟ طيب دعني في هذه النقطة أشرك معنا في الحوار الكاتب والباحث السيد ثابت الأحمد الذي ينضم لنا عبر الهاتف من جدة. أرحب بك سيد الأحمد. إذن حرب الحوثيين على اليمنيين تتخذ أشكال عدة، حرب عسكرية، سياسية، أيضا هناك مجالات أخرى، مجال الثقافة، مجال الفكر أيضا. إذا ما تحدثنا عن هذا المجال تحديدا، ما هي المخاطر يعني ومظاهر حرب الحوثيين على اليمنيين فيه؟ أخي العزيز، بداية أرحب بك وبالأستاذ القدير شوقي القاضي وبالمشاهدين الكرام. وفي الحقيقة الصوت لا يكاد يسمع، ولكن سأجيب في حدود ما سمعت من الكلمات التي قلتها في هذا السواء. في الواقع أزمتنا وخلافنا واختلافنا مع الجماعة الحوثية هي خلاف فكري ثقافي قبل أن يكون خلافا سياسيا وعسكريا. إن اللغم الذي يزرعه اليوم الشاب المجند في صفوف الحوثيين زرع عبارة عن مادة فكرية وثقافية في رأسه ربما قبل اليوم بسنوات، وبالتالي فلا تمثل هذه الجماعة وهؤلاء الشباب المجندين أكثر من الغانم المتحركة. هم يقتلوننا اليوم مستندين إلى نظرية تاريخية صلبة كما وضعها إمامهم الهادي الطاغية منذ يعني مئات السنين. هم يقتلون اليمنيين اليوم ويستعدون كل من سواهم من منظور ديني، من منظور عقدي،
لان ادبياتهم السياسيه تقرر ان الامام اذا خرج شاهرا فانه داعي مع الكل الا ان يؤمن به ومن لم يؤمن فهو كافر او منافق وبالتالي فدمه وماله وعرضه حرام. هذه الاشكاليه اليوم التي نعانيها وهي كما قلت في بطون الكتب قبل ان تكون في يعني سلاحا ماديا على ارض الواقع. لكن سيد احمد يعني قبل قليل يعني اشار الاستاذ شوقي القاضي الى ان هناك يعني في نهايه المطاف فصل ما بين الامامه ببعدها في نهايه المطاف العربي عن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المرتبطه ايرانيا والمصنعه ايرانيا والتي في كل يعني بشكل متكرر تعتمد على ما يقوله حسين بدر الدين الحوثي في نهايه المطاف. شوف العلاقه الايرانيه الايمانيه في اليمن مع الكيان الايماني هي ليست من اليوم، اليوم صحيح هناك حاله خمينيه لكن لو عدنا الى التاريخ لوجدنا الامام الهادي يحيى حسين الرشي جلب يعني أقاربه من الجيل والديلم وكان أغلب جيشه من الطبريين. الإمام أحمد بن سليمان بعد ذلك استخدم مناهجهم من هناك من عراق العجم كما من الجيل والديلم. وهكذا تاريخيا كان هناك ارتباط روحي عميق عبر التاريخ. ما يفعله اليوم عبد الملك الحوثي هي يعني يأتي فيها تشتيات وهو يمارس حالة خمينية جديدة مستفيدا من التنظيم الجديد بآليته الجديده بتوجهه الجديد بفكره الجديد ايضا. طيب في يعني في هذا السياق ما هي يعني الى ما تهدف في نهايه المطاف جماعه الحوثي من مثلا ما نشهده من مراكز صيفيه كما يقولون او كما يعني اسماه هنا الاستاذ شوقي مراكز تجنيد، ما الذي يهدفون منه في نهايه المطاف؟ هي شوف مع المعسكرات الصيفيه بالاصح هي واحده من الاليات التي يحشدونها من اجل مواجهه اليمنيين. هم استنفذوا حتى الان كل فريقهم كل شبابهم المؤدلج الذي بنوه خلال العقود الماضيه استنفذتهم طبعا الجبهات انتهوا تماما ولا يكاد يبقى منهم احد. لجأوا منذ فتره طويله الى القبائل الى المدارس الان يهتمون واهتموا هذه السنه بصوره لافته بالمراكز الصيفيه من اجل الزج بهم في الجبهات وهي كما قلت واحده من الاليات التي يواجهون بها الشعب اليمني نفسه. اليوم كل واحد كل طالب كل شاب من هؤلاء هو خطر على نفسه، خطر على مجتمعه، خطر على قريته، خطر على الشعب كله لانه عباره عن لغم متحرك محشو بثقافه الكراهيه بثقافه الايديولوجيات المعاديه. ولو لاحظنا لم يهتموا بالتدريس خلال طول السنه الدراسيه، لم يلتفتوا لها، لم يأبهوا بالمدارس ولا بالمدرسين، فقط اهتموا بالمراكز الصيفيه لانها طبيعتها تحتوي على بعض الانشطه التي يمكن ان تخدمهم فكريا وعقائديا. ارجو ان تتفضل بالبقاء معي سيد الاحمد، يعود اليك استاذ القاضي. اذا يعني الخطاب التحريضي في وسائل الإعلام أيضا في الخطب في المساجد على منابر المساجد الندوات الآن أيضا هذه المراكز التي وصفتها بالمراكز التجنيد، إلى أين سنصل؟ ما هي الصورة التي سنصلها خلال الأيام القادمة وخلال الأشهر القادمة؟ بداية الأمر خطير جدا، يعني الأمر ليس سهلا، فعلا الأمر كارثة، يعني ربما تفوق الدمار الذي حل باليمن في بنيته التحتية، تفوق ما أزهقت من أرواح. لماذا؟ لأنها عبارة عن كارثة عقدية فكرية تربوية، في أن هناك جيل اليوم يتعرض لاجتثاث هويته، أستطيع أقول حتى هويته الإسلامية، ليس في مقام طائفية سني وشيعي، لا الفكر الإسلامي الذي يقوم على الأخوة ويقوم على التسامح ويقوم على اليوم يجتث. الفكر العروبي اليوم حتى هناك تشبه بالإيرانيين. الفكر الجمهوري، الفكر المدني، يعني كارثة. يعني تخيل يعلن ما لا يقل عن 3500 مركز هذا العام، 3500 معسكر تجنيد أطفال، يقال أنه ضم أكثر من 250 ألف، يعني ربع مليون. هذه أرقام الحوثيين التي يعلنونها بغض النظر سواء كان العدد أكثر أو أقل، لكن العدد كارثي. لماذا؟
لأنهم يستهدفونهم أصلا بالأساس، يستهدفون المناطق الفقيرة والأمية، وأيضا يمارسون أنواع القهر والاختطاف، اختطاف هؤلاء الأطفال بصورة أو بأخرى. من يستطيع من أولياء الأمور أن يمتنع؟ يعني ربما يذهب وراء الشمس كما يقال. إذا هناك كارثة، تستخدم المساجد، تستخدم التربية والتعليم، بل المناهج اليوم تغيرت. يعني كنت على تواصل مع مدير مدرسة في أن أخطأت مدرسة فقط لا غير، وعندما تلفظت باسم معاوية في قصة من القصص، بدل ما أوردت الرواية التاريخية أصلا عن معاوية، وهناك رواية أخرى عن ابن عباس، هي أخطأت، لا أقول أخطأت، وإنما لم تنتبه أنها في زمن الحوثي، فأوردت رواية معاوية ثم قالت عليه السلام أو رضي الله عنه. هل تعرف أن لجنة حوثية وصلت إلى المدرسة لمقابلة الإدارة واستدعاء المدرسة، ولولا تدخل أناس يعني ذو خلق في أن هذه امرأة وأن هذه مدرسة أخطأت، ثم علنت أيضا خطأها يعني اعتذرت، يعني إلى هذا الحد. إذا هناك كارثة، هناك يعني كارثة ثقافية فكرية دينية، أقول تستهدف المستقبل بالأساس، تستهدف المستقبل تماما، في ظل للأسف في ظل غياب أجندة واعية من قبل التحالف الذي جاء مع الشرعية. عندما أقول التحالف أقصد تحالف الشرعية، الشرعية ومن يسنده المملكة العربية السعودية والإمارات. هؤلاء للأسف نسوا تماما الرسالة الذي جاءوا من أجلها، وانشغلوا بالمهرة، وانشغلوا بالمكلة، وانشغلوا بسقطرة. يعني اليمن اليوم يجتث سواء على مستوى الجغرافيا أو على مستوى الأجيال. ومع إذن الحوثي اليوم يلعب منفردا، يعبث منفردا، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل. بالضبط. طيب هذا النقطة أسأل فيها السيد الأحمدي، لماذا إلى الآن، يعني كيف واجه اليمنيون سابقا هذه الأجندة ما يتعلق باستهداف العقل والفكر اليمني، وكيف الاستجابة هي الآن لهذه المشاريع التي يستمر فيها الحوثيون منذ انقلابهم وربما قبل ذلك في مناطق سيطرتهم في صعدة وغيرها، وهم ماضون بها؟ في البداية اسمح لي أن أعزز ما ذهب إليه الأستاذ شوقي في النقطة الأولى، وسأعقب بكلام آخر ربما فيما يتعلق بالجزء الأخير من كلامه. فيما يتعلق بالجزء الأول من كلام الأستاذ شوقي، عدم التهوين من شأن هذه الجماعة، أنا أقول يعني حين خرج حسين بدر الدين الحوثي في 2004 على الدولة بجيشه المصغر، كان يمتلك في قوائمه الخاصة 15,000 طالب فقط، هم قوام مجموع الطلاب الذين استطاع أدلجتهم خلال من العام 90 أو من بداية الثمانينات وحتى العام 2004. ومع هذا استطاعوا أن يؤثروا وأن يواجهوا الدولة في محيط حسين بن الدين الحوثي وصعده، وكان ما كان يعني، وواجهوا في 6 حروب. ما بالك اليوم هذه الجماعة الآن لم تعد تعمل بقوتها الخاصة كعصابة أو جماعة أو ميليشيا خاصة، لا أبدا، هي اليوم تعمل بجهاز الدولة، بقوة الدولة، بمال الدولة، بإعلام الدولة، بكيان الدولة كاملا. وأصبح معها اليوم في معسكراتها الصيفية أكثر من 250,000 طالب، وربما أكثر، وأنا أعزو إلى أكثر من ذلك ربما من خلال بعض القبائل أيضا هم موجودين من المتعاونين والمؤرضين بهم أيضا. طيب أنت تشير إلى مسألة أنها يعني تتعامل أو تستخدم أجهزة الدولة، يعني السيد الأحمدي أن تشير إلى أنها تستخدم أجهزة الدولة، لكن رغم أن الصوت يقطع ولا أكاد أسمع ما تقول. سيد الأحمدي، كنت يعني أنت أشرت إلى أنها تستخدم أجهزة الدولة، هناك يعني ما أورده موقع سبتمبر نت على أن معلومات واردة تقول أن منظمات أممية تقف وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، تتحدث على أن هناك دعم من قبل، حدد الخبر، منظمة اليونيسف لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم، وهي التي في نهاية المطاف يتم عبرها تمويل هذه المراكز الصيفية، كيف تعلق على ذلك؟ بالتأكيد، ولولا اللعبة الدولية أصلا لما كان الحوثي ولا ما خرج الحوثي من أساسه، ونحن نعرف اللعبة من قواعدها، وقد صرح سفيرة الاتحاد الأوروبي في اليمن سابقا في العام 2014 لصحيفة الوسط بصراحة، أو أشارت إلى اللعبة التي تمت تماما، الأمر لم يعد خفيا على أحد. الحوثية في اليمن هي لعبة من ألاعيب المجتمع الدولي، وبات الكل يعرفها، وجمال بن عمر مندوب الأمم الأول
استطاع أن يلعب السيناريو بذكاء وسلم الدولة بالنهاية للميليشيا الحوثية، ثم جاء بعده ولد الشيخ ثم مارتن جريفيث الذي يمارس نفس الدور الذي مارسه بن عمر، وربما يأتي أيضا مبعوث دولي آخر يمكنهم أكثر. المسألة في هذا الجانب تحديدا لم تعد قافية، هم مدعومون، ولولا الضوء الأخضر الدولي ولولا المساعدة ولولا ولولا إلى آخر لما كانت الجماعة الحوثية من أساسها. النقطة التي يعني أود أن أشير إليها ويسمح لي الأخ شوقي أن أتكلم معه فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أنا أقول الدور إيجابي إلى حد ذاته فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، دورها إيجابي حتى الآن. وأتخيل أنا أسأله هنا والمستمع والمشاهد الكريم، أتخيل ماذا لو لم تكن المملكة العربية السعودية حاضرة في المشهد؟ أظن لكانت اليمن هي سوريا ثانية، وربما أشد، وربما أشد بكثير جدا جدا من سوريا، ولكانوا قد قضوا وابتلعوا اليمن كله. السعودية لحد الآن ضمانة، تمثل ضمانة قومية وضمانة وطنية وضمانة اجتماعية لأمن اليمن، وأظن يعني لا يذكر هذا إلا يعني. طيب هل هناك يعني فيما يتعلق بالتحالف والشرعية أيضا، هل هناك جهود لمواجهة، يعني لنكون واقعين، هل هناك جهود لمواجهة هذا التفخيخ لمستقبل اليمنيين؟ كسؤال أخير لك سيد الأحمد، أرجو أن تطرح السؤال بصيغة أخرى. أنا سألتك هل هناك جهود يعني بمقابل ما تقوم به ميليشيات الحوثي من مراكز استمرار لتعبئة عقول الأطفال، تجنيد الأطفال إلى آخره، هل هناك بالمقابل جهود تقوم بها الشرعية والتحالف الذي سندها وجاء كما تقول ولولاها لكانت يعني اليمن تحولت لسوريا أخرى، هل هناك جهود من قبلهم لحماية مستقبل اليمنيين؟ الواقع لا نستطيع أن ننكر أن هناك ونقول ليست هناك جهود، هناك جهود بالتأكيد ولكن خارج سيطرة الميليشيات الحوثية. أما المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية فمن الصعوبة جدا على أي وطني ناهيك عن يعني الدور السعودي أن يحضر فيها، ما عسى المملكة أو ما عسى اليمن حتى أن يواجه أو يفعل في ظل السيطرة الحوثية التي لا تقبل الرأي ولا الرأي الآخر ولا تقبل بأحد سواها أبدا. هذا هو الأمر الواقع. أشكرك سيد ثابت الأحمد الكاتب والباحث، كنت معنا بالهاتف من جدة. بعودة إليك أستاذ شوقي القاضي، هو تحدث على النقطة إذا أردت يعني التعقيب عليها وإن كان غادرنا السيد الأحمدي فيما نعم. يتعلق بالسعودية. على كل حال شكرا للزميل الرائع ثابت الأحمدي. أنا عندما ذكرت تحدثت بالضبط أين الإشكال. لا أحد ينكر مطلقا دور التحالف العربي في الإنقاذ خاصة في البداية، لكن هذا الدور اليوم يتعرض لكثير من الخلل، فيه خلل بل في أجندته شيء من الانحراف. أعطيك مثال، يعني مشكورا ساند التحالف الشرعية وتحررت 85% من الأراضي اليمنية والمحافظات اليمنية وإلى غير ذلك، أين الشرعية في هذه؟ إذا كان مجلس النواب إلى الآن لم يسمح له بأن ينعقد في عدن، إذا كان المراكز الصيفية التي يقيمها الحوثي أو معسكرات تجنيد الأطفال يقيمها الحوثي بينما الأئمة والتربويون يغتالوا في عدن، يعني بالأخير هذه مفارقة. الأمر الآخر، من الذي أوقف تقدم الجيش في نهم؟ من الذي أوقف تقدم الجيش في الحديدة؟ من الذي يوقف هذه الجيوش؟ من بالضبط؟ قولوا لنا، هل في يعني لاعب آخر؟ يعني أنت تشير إلى أن دخول الجيش أو استعادة الشرعية في كل المناطق هو من سيوقف استهداف المستقبل الذي يقوم به الميليشيا. بالضبط، أنا كاتبها حتى نقطة. الحل الجذري هو إنهاء الانقلاب. هؤلاء أريد أن أؤكد على يعني صفة من صفات ميليشيا الحوثي، أنهم لا أمان لهم مطلقا، يكذبون، يخادعون، يراوغون، يفرشون لك الأرض وردا عندما يعني عندما يحتاجون أو عندما يهيئون لك التفخيخ، ثم بعد ذلك يمكن أن يسحلوك كما فعلوا بحلفائهم. هؤلاء لا أمان لهم مطلقا، وبالتالي لا يمكن مطلقا لليمن أن يستقر ما دامت ميليشيا الحوثي كيان مسلح. لابد من إنهاء الانقلاب تماما وإنهاء كيان ميليشيا الحوثي كجماعة مسلحة، لا يعيشوا كمواطنين أهلا وسهلا، إلا من ثبتت عليه جرائم فهذه القضاء يأخذ مجرى. أما أن نعتقد بأنها ميليشيا يمكن أن يتوافق معها سياسيا، إذا كانوا قد غدروا بأكبر حلفائهم، يعني ليس هناك أكثر
ممن يعني قدم لهم أكثر مما قدم لهم هؤلاء المشايخ الذين يسحلوا الآن في الشوارع، يسحلوا في شوارع. هؤلاء قدموا خدمات للحوثي، هم الذين هيئوا لهم دخول عمران، وهم الذين ساعدوهم باغتيال القشيبي، وهم الذين أخذوا بهم البلد والتهموا بهم البلد. إذن هذه ميليشيا لا أمان لهم مطلقا، وبالتالي الحل الجذري في أن ينتهي الانقلاب. أين الخطورة الآن؟ أين الانحراف في موضوع التحالف؟ وأنا أقولها وأنا أشيد جدا بالأدوار الإيجابية، أنا لا أضع يعني لست صاحب نظرة سوداوية، يعني كما يقال إما الكل شيطان وإما الكل ملك، لا، لابد من تفصيل. التحالف العربي نعم بدأ، لا يزايد أحد علينا مطلقا في أننا ننظر بإيجابية للتحالف العربي في بدايته، نحن ساندناه، نحن أعلننا بيانات في مساندته، أرجو أن لا يزايد علينا أحد مطلقا. وبالتالي وشبابنا يتصدرون الصفوف الأولى في مساندة، يعني في 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 رسالة التحالف في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. لكن هناك أسئلة نحتاج إلى إجابة، ذكرت لك في البداية، من الذي يوقف، من الذي يضرب شباب نهم في أن يتقدموا؟ الطيران يأتي يقصفهم إذا تقدموا. من الذي أوقف تحرير الحديدة؟ من الذي اتجه شرقا؟ ما مصلحة الشرعية في أن يتجه التحالف شرقا؟ أين مصلحة الشرعية فيما يحصل الآن في المهرة وفي سقطرة وفي مناطق؟ أين مصلحة الشرعية في أن يمنع البرلمان من أن ينعقد؟ إذن هناك إشكال واضح. هناك يعني شواهد كثيرة في هذا السياق، لكن لا أريد أن أخرج عن مسار سياق الحلقة، لأن نحن نخرج فقط لنثبت أنه الحل الجذري إنهاء الانقلاب، وهذه النقطة الأساسية فيما يتعلق بذلك. لكن أيضا يعني هناك من يستغرب أيضا الآن، يعني هذا الخبر المتعلق بمساعدة، يعني في نهاية المطاف الأموال التي تقدم من قبل المنظمات الدولية تصل أيضا لتفخيخ هذا المستقبل الخاص باليمنيين. هذه مسؤولية إذن ليست فقط مسؤولية الحكومة الشرعية، هل هي يعني كيف يمكن إدارة هذا الملف حتى لا يتسبب الـ 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 يعني المال الذي يجمع باسم اليمنيين في استهدافهم في نهاية المطاف؟ يا أخي الكريم، بالنسبة للمصادر دعنا أولا نوضح نقطة مهمة جدا، أن ميليشيا الحوثي تسيطر على دولة بغض النظر كم نسبتها، تقبي ضرائب وجمارك ودخولات ورسومات وإلى غير ذلك، تبتز التجار بالملايين، وصل بها ابتزاز التجار إلى أنها أحيانا تختطف شخصا فاعلا يعني من, 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 من مؤسسة تجارية ولا تخرجه إلا بملايين. هؤلاء الآلاف من المعتقلين الآن هم عبارة عن ثروة تعتمدهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك جمعيات كبيرة جدا لها أرصدة بالمليارات، من بينها جمعية الصالح، استولى عليها الحوثيون، ولهذا هناك معلومة تقول أن المراكز الصيفية هذه المرة جزء كبير من المبلغ الذي غطاها وغطى تكلفتها مبلغ أخذ من جمعية الصالح بعد أن غيروا تسميتها إلى جمعية الشعب، يقال أنه نصف مليار ريال. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث، لا أستبعد مطلقا فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، لكن كيف؟ لا يمكن أن أنظر نظرة مؤامرة 100%، جزء منها ربما يدخل في إطار المؤامرة كما ذكر أخي أستاذ ثابت، المجتمع الدولي ليس بريئا، لكن جزء آخر هناك منظمات دولية تشتغل بما يسمى بالمنظمات الوسيطة، الشركاء المحليين الشركاء الدوليين، يعني هناك شريكين، هناك مصدر تمويل وهناك أولا شريك دولي. يعني على سبيل المثال سأعطي بعض، اليونيسف مثلا أو الأوكسفام، أوكسفام ليست هي مصدر التمويل، مصدر التمويل جهة أخرى، فالشريك الأول مع هذه الجهة على سبيل المثال، نضرب مثلا لا علاقة له بالموضوع، لكن مثلا أوكسفام مثال يعني، أو سيف ذا تشيلدرين أو أي منظمة من المنظمات الدولية. إذن هذا هو الشريك الأول الدولي، الشريك الأول الدولي إما ينفذ المشروع مباشرة عن طريقه وإما يبحث عن شركاء محليين لتنفيذ مشروعه. إذن مصالح هذه المنظمات الشريكة دوليا في أن تأتي بأموال إلى البلد من أجل أن تأخذ لا يقل عن 25% من هذه الإيرادات كموازنات تشغيلية لها، وبالتالي هناك مصلحة خاصة بها، فهي تبحث عن أرض تنفذ بها أنشطة.
قد تأتي إلى شركاء محليين يقولون أن هذه المراكز الصيفية فعلا طلابية ويروهم بعض الأنشطة الطلابية ويأتوا إليهم يوزعوا لهم كما شاهدت بنفسي دفاتر حق رسم وأقلام حق رسم، فيكون عبارة عن 5% من برامجها تبع هذه المنظمة لترضى هذه المنظمة وترفع تقارير على أن هناك أنشطة صيفية طلابية مدنية فترفع تقاريرها لتحلل هذه الأموال. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمنظمات الدولية أن بعض هذه المنظمات الدولية العاملة في بلدنا اخترقت مبكراً من الخلايا الناعمة لهذه الميليشيا، وهذا أمر كنا نلحظه تماماً، اخترقت مبكراً. يعني باختصار هذه الميليشيا اشتغلت مبكراً عن طريق غرف عمليات استخباراتية متقدمة جداً بالتخطيط. لا يمكن إلا أن تكون إيرانية، لأن إيران أكبر من أكثر أجهزة الاستخبارات التي استفادت من اللوبي الصهيوني. يعني إذا كانوا قد وصلوا كما تقول بعض التقارير إلى البيت الأبيض، فما ظنك بأمور أخرى؟ إذن هذه الأموال بهذه المصادر، إضافة إلى تجار الحروب، هناك تجار حروب شركاء، وقد كشفت التقارير أن هناك أسلحة تدخل من هنا وهناك وأن هناك نفط يدخل من هنا وهناك، إضافة إلى عبثها بالسلع الرئيسية للمواطنين. نعم. يعني تستقلب النفط بسعر وتبيعه بأضعاف، هذه كلها أموال. هذه يعني طبعا مع الاحترام لأوكسفام سيف ذا تشيلدرن واليونيسف، لكن نحن نتحدث لا علاقة لها في الموضوع. عفوا، فيما يتعلق بأيضا الأخبار التي ترد من سبتمبر نت، وهذه يعني تتحمل هذه المواقع، هي ذكرت اليونيسف ولم تذكر. نعم. اليونيسف. نعم. لكن فيما يتعلق بمواجهة اليمنيين لهذه المشاريع الآن، يعني في نهاية المطاف فترة الصيف هي فترة يعني يكون فيها الأطفال خارج المدارس، كيف يمكن لليمنيين أن يواجهوا يعني أن يملأوا فراغ أطفالهم وهم في نهاية المطاف لديهم أيضا حياة صعبة يريدون أن يواجهوا مشقة؟ برأيك كيف يمكن، كيف تقترح ذلك؟ سؤالك أستاذ وجيه كأنك تتحدث عن جماعة مدنية تخير الناس، هذه ميليشيا إرهابية يعني اجتثاثية، يمكن أن تجتث الأسرة كلها إذا خالفت توجيهاتها، وبالتالي لا نحمل أولياء الأمور فوق طاقتهم. نحن نقول لأولياء الأمور في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، جنبوا أولادكم قدر استطاعتكم وكان الله في عونكم. هؤلاء أسر مكشوفة، أين سيخبوهم؟ أين سيخفوهم؟ هذه طائفة، هذه ميليشيا إرهابية، وبالتالي نحن يعني ندعو لهم دعاء فقط لا غير، أن يقدروا على تجنيب أطفالهم قدر الاستطاعة. من استطاع أن يهرب، وهناك أطفال قد هربوا، بعض أولياء الأمور هربوا أولادهم وأطفالهم إلى مناطق الشرعية، هناك أطفال ممن يعيشون في صنعاء يعيشوا الآن في مأرب ويعيشون في مناطق أخرى. ولو أن المناطق 85، أعود إلى التحالف، لو أن 85% محررة حقيقة لا حصل نزوح كبير جدا من داخل صنعاء. صنعاء اليوم تكتث يعني تكتظ بالسكان، أكثر من 5 مليون على مستوى المدينة، ويقال أنه 8 مليون. ما السبب؟ إذا كان قبل أمس وأنا أتابع فيديو بأنه تنهب بيت واحد يقال أنه من صنعاء في إحدى المدن المحررة، لأن الميليشيا المرتزقة لجهة أخرى يعني يتقاتلون على نهب والسطو على هذه البيت. إذا المواطن صار أحيانا يقول لك وما حيلة المضطر إلا ركوبها، فيعود إلى صنعاء. إذا النقطة الأولى، نحن ندعو أولياء الأمور قدر استطاعتهم إلى تجنيب أطفالهم وتهريبهم من هذه المناطق. لكن كم ستهرب؟ إن هربت أعداد من صنعاء، من الذي سيهرب أطفال الحيمة؟ من الذي سيهرب أطفال حجة وأطفال محويت وأطفال ذمار من الذي سيهربهم؟ هنا أعود إلى النقطة الأصلية، وهو أن الحل الجذري إذا أردنا أن ننقذ هؤلاء الأطفال وننقذ مستقبل الأطفال وننقذ مستقبل اليمن، الحل الجذري هو إنهاء الانقلاب، في أن تتحرك جبهة نهم وأن تتحرك جبهة الحديدة، وبالتالي أنا متأكد يقين لن يكون أمامهم إلا أن وهؤلاء لا يمكن مطلقا إلا أن يهزموا، أما غير ذلك فلن يعني يخضعوا لأي منطق ولا لأي مصلحة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني.
شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. دمتم في أمان الله. في السلامة.